احكوا لنا موقف غريب حصل معاك. كنت بقيت في يوم عند ابن عمي. تمام. قول. كنت مجرش المكنه بتاعتي تحت في الحوش. حلو. وهو برضو معاه مكنه شغالين بيهم وكده. تمام. عرفنا ان في حراميه. حلو. بصينا من الشباك لقيناهم سارقين المكنه وكده. حطوها على العربيه نص نقل وجريوا بيها. نزلنا احنا خدنا المكنه الثانيه وكملنا جري وراهم. لحد ما لقينا حته نفسنا في حته كده عامله زي الشلال. شلال. اه قام جاي الحراميه نطه من بالعربيه من فوق الشلال، نطوا في قلب المايه تحت. اه فهم احنا جايين نطين وراهم بالمكنه بتاعتنا. قلبك ميه. كره حلوه. كره حلوه مفيش كلام. اه نطينا. نزلنا تحت. ده كان هو ورا المكنه، فلما نزل تحت في المايه لقى حته جنزير كبير. انت لقيت الجنزير؟ عملت بيه ايه؟ نعرف. مسكت الجنزير لقيت لك الحرامي ماسك ايه حته حديده في المايه. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابل. تحت. اه في الميه تحت. هيعمل حكايه معاك. اه هيتخانق معايا تحت الميه. اسكت له. لا استناه يضربني. قمت مديله. قمت مديله على طول، رحت لافف الجنزير على ولينه رقبته. بقلل وهو تحت الميه اللي هو بق بق بق. لا لا ما فيش الكلام ده، ما خليتوش يعمل حاجه، هو على طول يبقى لسه صاحي. اه على طول كده رحت ماسك الجنزير رقبته على دماغه. قتلته على طول. الله يرحمه. الله يرحمه. وانت عملت ايه مع بس التاني؟ بعد كده بقى انا طلعت المكنه بتاعتي وهو خد مكانته وهم جايين ماشيين. طب ما خدتوش ليه العربيه؟ لا مش بتاعتنا. الخطوه بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا. يا لهوي. طب والمكنه نشفتوها ولا؟ لا المكنه بقى خدناها بقى عملنا لها صيانه بقى وعملنا عليها الحمد لله. السلام عليكم. شوفوا بقى ربنا هيريحني منكم. تعرف ايه هو البهنس؟ اه ايه هو بقى البهنس؟ ذكر الغزاله. ذكر الغزاله. اسمه بهنس. اه طب انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. والانثى بهنسه. بهنسه. ايوه. طب نعرفهم ازاي بقى؟ نعرف البهنس من البهنسه ازاي؟ اقول لك انا بقى دلوقتي. اه الانثى بتبقى قزمه صغيره. تمام. قوي دي الانثى. اه لكن الذكر بيبقى طويل. انا عندي معلومات في كل حاجه. اه اوي. طوله قد ايه مثلا؟ بتاع 20 متر كده. طويل قوي يعني. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الغزاله طولها 20 متر الدكر. ايوه يا عم انت عندك الرجل لوحدها بتاع 4 و12 دماغ. طويل قوي. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. دماغ 12. ايوه يا عم انت فاكر ايه؟ ايه الدماغ دي؟ دماغ بتاعته بتاعت البهنس. اه ده البهنس. اه تمام. اه بيعيش فين البهنس؟ بيعيش فين؟ في الصحراء. في الصحراء. اه وانما البهنس اللي موجود في جنينه الحيوانات ده ايه؟ لا ده مش بهنس بقى. ده ايه بقى؟ ده بهنسه. ازاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش عارف. بهنسه. اه لان جنينه الحيوانات اللي هي اللي هنا دي دي بتبقى كلها انثى بس مفيش ذكر، لان الذكر مش هيخش من باب بتاع جنينه الحيوانات. صح. عشان هو طويل. لا لا ده كويس ان انت وضحت المعلومه دي، عشان في ناس كانت بتتلخبط ما بين البهنسه والبهنس. لا البهنسه الانثى قزمه. البهنس الذكر ده طويل او 20 متر. 20 متر والله. عرفتوا يا جماعه البهنس من البهنسه عشان الناس اللي بتتلخبط. انا بتكلم بمورد الله والله. تمام.